ازداد عبد الله كرة ملعوبة الآن أمامية شعباوية أقرب لجمعة عبد الله تخلص من أمامه تلعب إلى كاظم يان كرة ما فيها شيء أمام منطقة الجزاء كرة ملعوبة عرضية تنحط خطيرة حامد محمد حامد محمد اللمسة الأولى اللمسة الأولى من حامد في مرمى فريق العرب حامد محمد يعادل النتيجة البديل الناجح في الدقيقة 32 من زمن الشوط الثاني ثلاثة العين ثلاثة الشعب ثلاثة العين ثلاثة الشعب وتبديل موفق أيضا للزواوي حلوة اللعبة شوف اللعبة أيضا من كاظميان حامد حطها حامد حطها ولكن أخطأ في تقديره وليد سالم وبالتالي أيضا هدف عينا وهدف شعباوي ثالث هدف التعادل لمصلحة فريق الشعب اذا متفاهمين عليها حامد وسيف حامد كرة جميلة كانت ايضا من سيف الى شقيقه حامد يحطها في مرمى فريق العوم محرز ثلاث او ثالث اهداف فريق الشعب وهدف التعادل قلت